الغاية كانت فعلا من هذا التوقيع مذكرة التفاهم هو التأسيس لمشروع تدريب يتعلق بمهارات التعاطي مع الحجر في حلب القديمة. يعني نحن حريصون أن تبقى السمة القديمة غالبة ما أمكن على الأجزاء التي تضررت في حلب القديمة. هي ليست الاتفاقية الأساسية، تم توقيع الاتفاقية من بداية العام، هي أول اتفاقية تنفيذية للبدء بعملية تدريب حجارين متمرسين على تركيب وإعادة الأحجار القديمة لتكون مستعملة أيضا بإعادة أعمار بعض المناطق والمباني الأثرية في حلب القديمة. طبيعي أنه نحن نعود من حيث بدأنا إلى القلعة لأطلاق أعمال الترميم، هذا رح يكون باكورة أعمالنا، لن يكون الأخير، هذا هو الأول. ومنعدكم إن شاء الله في المستقبل القريب رح يكون هناك إطلاق لأيضا مجموعة مكملة لهذا المشروع في مدينة حلب القديمة خلال فترة زمنية بسيطة. هدف المشروع هو إقامة مراكز تدريب تقني للترميم على حجر ضمن قلعة حلب على يد حرفيين مختصين لتقوم تأهيل كوادر، وهذه الكوادر في المرحلة اللاحقة سيستلمون مرحلة ترميم منطقة المدينة القديمة.